مشاركات دولية من كينيا جوخا من إثيوبيا كتمنى التوفيق للجميع. وبالمناسبة حتى من الجمعية ديالي كاين بنات ودراري اللي شاركوا في هاد الدورة وجات الأولى على الصعيد الفيديدي لا ذكور ولا إناث وكتمنى التوفيق للجميع ومسيرة موفقة للجميع. شكرا. مر مباشرة إلى العنصر النسوي الفائز بماراثون الرباط بماراثون في جيجا الدولي. إذن أنادي على صاحبة المرتبة الخامسة عزيزة العمراني مدينة فاس الفائزة بماراثون الرمال المرتبة الثالثة. أنادي على ممثل البنك الشعبي لمدينة في جيجا لتسليم هاد الجائزة لعزيزة العمراني المغرب. إذن تسليم الميدالية إذن شكرا ممثل البنك الشعبي. إذن الصورة تذكارية مع الفائزة والشهادة ديال المنظمين والمبلغ المالي. إذن هنيئاً عزيزة العمراني ثقة حارة الجمهور الحاضر. نمر إلى صاحبة المرتبة الرابعة فاتيح لتنمية الواحات وشجرات الأركان لتقدم للسليم هاد الجائزة لصاحبة المرتبة الرابعة فليتفضل مشكورة.
سكينة طنان نادي بالصميم لألعاب القوى المغرب. يتقدم عميد الشرطة لمدينة فيكيك عميد الشرطة مدينة فيكيك، لك التحية ولك التقدير الأمن الوطني لتسليم هذه الجائزة. يتفضل مشكورة عميد الشرطة لمدينة الجهود الكبير ومساندة وتأمين هذه، شكرا للأمن الوطني على المجهود الكبير. إذن تسليم الميدالية. الإثيوبية جبرو ميبرا، إثيوبية ثقة حارة لهذا البطلة صاحبة المرتبة الثانية. إذن طيبي محمد رئيس القطب الصحي فليتفضل مشكورا لتسليم هذه الجائزة. سي الطيبي تفضل معنا. ثقات حاضر نمر الى صاحبة المرتبة الاولى الفائزة بلقب هذه الدورة شيبوني ميرسلين كينيا. إذن يتقدم السيد بوعلام قدام رئيس جمعية ماراثون فيكيك لتسليم هذه الجائزة فليتفضل مشكورا. السيد بوعلام قدام إذن رجل مهمة لك التحية ولك التقدير على نجم الدولي لمدينة فيكيك. إذا تصفيقات حارة لكل الأبطال. الحضور الحاضر. إذن هنيئا فولكم أبطال الفائزين بهذا الدورة العنصر النسوي. شكرا لكل الضيوف ديالنا. كيف بغدا مدينة أزيلال جمال الدين عبد المجيد رجل أعمال مشكورة.
مرة تندي حي جميل وكي ربحل شي القضية تسوي شي كي ربحل إذن يتفضل السيد الحاج جمال الدين لتسليم الجائزة لصاحب المرتبة الخامسة عبد العزيز بغزة. إذن هنيئاً البطل ديالنا سي بغزة البطل المعروف الذي يشرف الراية الوطني في كل المحافل الدولية، هنيئاً بالمرتبة الخامسة هنا من مدينة فيدي. إذن شكراً الحاج جمال الدين عبد المجيد رجل أعمال المساند والداعم لهذه التظاهرة هنا من هذا الموقع الرائع. المرتبة الرابعة عبد العالي العيشي. إذن يتقدم السيد رئيس المجلس القروي بوركحل لتسليم هذه الجائزة لصاحب المرتبة الرابعة هنا من مدينة فيكيك. تفضل السيد رئيس المجلس القروي بوركحل لتسليم هذه الجائزة. شكرا لدعم الرياضة وشكرا للحضور ودعم جميع الأبطال. مانويل جنوب افريقيا تصفيقات حارة لجنوب افريقيا لا تروزيام بلاس سود افريقيا موسكو تيبان مانويل اذا يتقدم السيد رشيد بن مزيان السباقات والماراثون عضو اللجنة الدولية سباقات رشيد بن المعروف على الساحة الوطنية سفير الرياضة الوطنية بكل دول العالم تصفيقات حارة للسي رشيد وللبطل صاحب المرتبة الثالثة جنوب افريقيا. مع كامي ميش كيماني تينيا رئيس المجلس البلدي لهذه المنطقة مدينة فيكيك فليتفضل مشكورة لتسليم هذه الجائزة لصاحب المرتبة الثانية تينيا. سيد الرئيس شكرا على المجهود الكبير ودعم الرياضة ودعم مجميع الأرض جد محمود نيجيسا جميدة أراروسو إيتيبيا.
إيمان. أحيانا إيمان.